اليوم مدينة مكناس تعيش ثاني حدث متصل بالإعلام المحلي والجهوي. البارحة كان هناك يعني عمل جاد حول الجريمة الإلكترونية، واليوم نحن بصدد الحديث عن العلاقة بين الإعلام المحلي وتدبير الشأن المحلي. هذه العلاقة مع الأسف لم تكتمل بعد، لأنها أولا لانعدام الثقة بين الساهرين على الشأن المحلي وبين الإخوة الصحفيين من جهة. لماذا؟ لماذا انعدمت هذه الثقة؟ أولا لأن الإخوة في الصحافة يعني باتوا يعيشون تفرقة يعني خطيرة جدا، بحيث كل واحد يتكلم كما كنقولوا هنايا، كل يلغى بلغاه ونسينا الأهم، ألا وهو المصلحة العامة لهذه المدينة، هذه المدينة التي لم يشتغل مجلسها إلى حد الآن منذ أن انتخب وأسس مكتبه. إذن نحن في فراغ مستمر. لماذا هذا الفراغ؟ إذن كان لزاما علينا أن نختار مثل هذا الموضوع، وكنظن أننا نجحنا شيئا ما في وضع الأصبع على المشاكل التي تعيشها هذه المدينة، ولكن مشاكل نبقى نحن ساكتين عليها. لماذا؟ وفي هذا الإطار يعني بينت على أن المنشآت الإعلامية هي في الواقع منشآت ضعيفة، ليس الضعف ليس في مجال التكوين أو، ولكن ضعيفة من أجل المادة، لأنها عن حقوقها مهضومة. الجماعة الترابية، الجهة، يجب أن يساهموا في يعني تميز هذا الإعلام، ليس في إطار صدقة، وإنما هذا قانون يجب على هذه الهيئات أن تشارك في نماء هذا الإعلام. وهذا كيف؟ ما تحدثتم عنه بالحق للوصول إلى المعلومة من طريق هذا مشكل آخر. هذا مشكل آخر. هناك قانون، ولكن هذا القانون أظن أنه يبقى في الرفوف ولا يحترم. لا يعقل أن العمالة يعني تكون لها مداخلات أو تقدم مشاريع لهذه المدينة والإعلام غائب. لماذا تغيب هذا الإعلام؟ أنا هذا السؤال يعني كيبقى عندي غريب جدا. أتمنى له يعني جوابا. أتمنى
أن السلطات المحلية تغير من نظرتها إلى الإعلام، لأن الإعلام والمنتخبون والسلطات كلهم في خدمة المدينة، والمدينة لن تتقدم إذا غاب واحد من هؤلاء. وشكرا. سؤال، وأنتم في الحال من قيدوم الصحافة، نعم، وأنتم المربون في هذا المجال، ألا تعزون هذه المسألة وغيرها إلى ندرة ربما التكوين الذي يجب أن يخضع له الصحافة؟ فعلا هذا مشكل غياب تكوين. وأظن على أن ما قامت به الفيدرالية هذين اليومين هو متجه نحو يعني تكوين مستمر، وهذا يجب أن يشجع، لأن لأول مرة نرى هذه اللقاءات وتعطي أكلها. شكرا عمار، أشكرك ونتمنى أن نلتقي بك في مناسبة قادمة بحول الله. حول الله. شكرا على كلمتك ومداخلتك الوازنة. شكرا. شكرا. شكرا أخي.